وبما ان كانت الاوبرا بتقدم خدمه للجمهور فعندنا برضو في هيئات يعني معنيه ومنوطه ايضا بتقديم خدمات مباشره للمواطن، علشان كده دايما بيكون في اهتمام فيها في حقيقه الامر او القائمين على هذه الهيئات بفكره يعني الى اي مدى المواطن بيتقبل الخدمه. وفي الفتره اللي فاتت هيئه نظافه القاهره تحديدا كان في يمكن بعض الشكوى من المواطنين بفكره ان العربيات الخاصه بجامع القمامه ما بتوصلش للبيوت اللي موجوده في الاماكن او في الشوارع والحارات الضيقه شوية يعني. عشان كده قررت الهيئة أنها تركب في العربيات GPS، أجهزة تبقى موجودة داخل كابينة العربية الخاصة بجامع القمامة، عشان تقدر هيئة نظافة القاهرة تراقب تحركات السيارة من أول خروجها من الجراشات لحد وصولها للشوارع اللي هتمر فيها علشان تجمع القمامة ولحد عودتها مرة تانية. ايه التفاصيل وازاي بيتابع او بيتم متابعه السياره؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره اللي بينضم لنا على الهاتف. صباح الخير يا سياده اللواء. صباح النور يا فندم. يعني مجهود عظيم اعتقد اللي هو المواطن كده هيحس بيه نتيجه هذا المجهود في وقت قريب جدا يعني، بس عاوزين نعرف الاليه بقى اللي بيتم من خلالها تركيب منظومه الجي بي اس الحديثه في كابينه القياده علشان خاطر يبقى في متابعه دقيقه ولحظيه، وفي حاله خروج سائق السياره عن خط السير ايه اللي بيتم اتخاذه؟ طبعا يا فندم، هو طبعا طبقا للتوجيهات السياديه بالاهتمام الممتاز او هو الممتاز بالنظافه والتجميل في القاهره، واشراف مباشر من سياده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. احنا دخلنا يعني او احنا شغالين دلوقتي في التحول الرقمي بالنسبه للهيئه بالكامل. من ضمن البرامج للتحول الرقمي والجمهوريه الجديده 2030 مراقبه العربيات بجي بي اس. امبارح احنا عملنا تجربه والحمد لله نجحت تماما الحمد لله. قدرنا ان احنا نسيطر على المركبه، على العربيه، من اول خروجها للجراج للتحكم فيها يعني لمراقبتها مراقبه جيده. احنا كنا في الاول برضه عشان ما ناخدش يعني السواقين عندي الحمد لله والمشرفين شغالين، ولكن احنا عملنا المنظومه دي في اساسها ان العلاقه بيننا وبين العربيه لما تخرج من الجراج ما تتقطعش. ممكن العربيه تكون تعطل، السواق هيعرفنا ازاي؟ ممكن العربيه يكون حصل لها لا قدر الله حادث او ايا كان الظرف، ما فيش قطع بيننا، ما فيش قطع اتصال بيننا وبين العربيه. وبنتاكد ان كل عربيه، طبعا الحمد لله فضل من الله احنا عندنا اسطول من المركبات 960 مركبه يعني مختلفه الحمولات من 2 طن ل 40 متر، ان احنا نقدر فعلا ان احنا لو محتاج مساعده نساعده، لو في اهتمام بالنظافه في مكان معين نوجهه ليه، يبقى الاتصال بيننا وبين السواق جاري على مدار ال 24 ساعه. نعم. ست اللواء، بدات منين الفكره دي؟ يعني هل كان في موقف معين حصل او سبب خلى في دافع لتدشين المنظومه الحديثه دي؟ هو طبعا يا فندم زي ما قلت لحضرتك في الاول ان العربيه خروجها من الجراج بيتقطع الاتصال بيننا وبين السواق القائم عليها او المشرف المسؤول عنها. في عندي في العباسيه في يعني في مركز معلومات دلوقتي في عليه شباب، الشباب دول موجودين بحيث ان هم مراقبين العربيات كلها بالكامل، كل عربيه بتخش بالكود بالرقم بتاعها، فبالتالي العربيه ماشيه في اتجاهها الصحيح. نعم. بتنفذ مهمتها على الارض كده، الموضوع تمام. اتقدمت شكوى ليكم يا فندم؟ في شكاوي كتير طبعا يا فندم، هي من المواطنين، واحنا عندنا الخط الساكن 152 64. احنا بنستقبل بيه اي شكاوي ان ممكن ان عشان ننفذ المهمه بتاعتنا. المواطن ما يهموش احنا بننفذ المهمه ازاي، المهم ان العربيه توصل لحد عنده وتقدم له الخدمه المطلوبه. صحيح. طيب سياده اللواء، يعني حضرتك اثناء الحديث قلت ان ده في اطار توجه هيئه نظافه وتجميل القاهره للتحول الرقمي. ايه ابرز يعني ما سوف يتم ادخاله من وسائل تكنولوجيه حديثه داخل الهيئه، هيئه نظافه وتجميل القاهره، علشان خاطر نعرف ان الهيئه بتستهدف من خلاله التحول الرقمي؟ التحول الرقمي يا فندم باختصار بالنسبه للهيئه، الهيئه عباره عن ادارات موجوده في العباسيه. نعم. وفي افرع منتشره في القاهره بالكامل. كل حي في فرع تبع هيئه النظافه، في موظفين في الاداره وفي موظفين في الافرع.
المستحقات بتاعت العاملين، الغياب والحضور، كل المنظومة دي. كنا الأول بنستخدم الناحية الورقية، الورق رايح جاي من الفرع للإدارة نفسها. الموضوع ده خلاص الحمد لله احنا دخلنا التحول الرقمي، بحيث يكون كل حاجة بالربط تكنولوجي بين الإدارة وبين الأفرع المختلفة. أيضا برضو بالنسبة للحضارات بتاعتنا، في سيطرة على التذاكر بالنسبة للتعاقدات الخاصة مع المحلات أو غيره، في التحصيل، اسلوب التحصيل وهكذا. التحصيل ده بيبقى تحصيل رقمي برضو من خلال موقع ولا؟ تحصيل رقمي يا فندم، ودلوقتي فينا موقع دلوقتي موجود للهيئه، بحيث لسه ما تفعلش، يعني احنا شغالين لسه على الخط الساخن، بس ولكن هقدر من خلال الموقع ده بعد كده او فيما بعد اللي انا احجز مسبقا قبل ما اروح، صح؟ طبعا يا فندم، دي حاجه جدا. والحاجه الثانيه تلقي الشكاوي وقتيه، يعني مثلا المواطن اداني شكوى بعتها على المركز، المركز بيديها للمشرف اللي موجود في الحي، مثلا حي فيه مشكله في الزاويه، مثلا في الزاويه الحمراء، بناخد الشكوى شخص المواطن، بتروح على التابلت لمدير الفرع اللي هو موجود في الزاويه، بحيث ان في خلال اقل من نص ساعه تكون الشكوى دي تم ازالتها. والشكوى دي مش نظافه بس، دي نظافه وتجميل واناره. اوكي، طيب يعني ازاي الهيئه بقى بتقدر ان هي تدرب العناصر البشريه على الاليات الحديثه دي وبتتعامل معاها في وقت قياسي وسريع؟ احنا تعاقدنا مع الهيئه العربيه للتصنيع علشان هي تقوم بدورها معانا انها تعمل لها التحول الرقمي. في مدربين من الهيئه العربيه للتصنيع هم اللي قاموا بتدريبنا، بتدريب الشباب عندي، انتقينا مجموعه من موجوده في الهيئه سواء في الاداره المركزيه او في الافرع، وتم تدريبهم تدريب جيد، واحنا دلوقتي في مرحله التجربه كل حاجه، والحمد لله في نجاح، وقريب جدا هنعلن دخول الهيئه للتحول الرقمي. نعم، يعني سياده اللواء في الحقيقه مجهود كبير حضراتكم يعني بتقوموا بتنفيذه علشان خاطر يكون في النهايه مردوده هو حاله الرضاء اللي المواطن بيشعر بيها. حابين بس انا اسفه قبل ما نشكر سياده اللواء، حابين بس نراجع تاني على الرقم اللي الناس تتكلم فيه لو في شكوى عايزين يقدموها. 152 64 تمام، 152 64 ده الخط الساخن يا بسنت، في حاله لو في شكوى، علشان يبقى في النهايه نظافه وتجميل واناره زي ما انت. مجهود كبير، كل الشكر ليك اللواء ايهاب الشرشافي رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره.